إذن بعدما خصصنا الحلقة الأولى للتفكير العلمي والمنهج العلمي، وخصصنا الحلقة الثانية للتعريف بالبحث التدخلي، نخصص هذه الحلقة الثالثة لمنهجية البحث التربوي. وللمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى هذا الكتيب منهجية البحث التربوي دليل عملي. بالنسبة لهذه المداخلة الثالثة التي تتمحور حول منهجية البحث التربوي، سنركز على بعض العناصر الأساسية، خاصة تحديد إشكالية البحث وأدوات البحث التربوي، ونقصد بهذه الأدوات الملاحظة، المقابلة، الاستبيان أو الاستمارة، الروائز أو الاختبارات. بالنسبة لكل باحث خاصة المبتدئ، فهناك مجموعة من الصعوبات التي تواجهه في البداية عند محاولة الخوض في قضية بحث قضية أو مشكلة تربوية. وغالبا ما نجد الباحثين المبتدئين أو المتدربين يميلون إلى اختيار مشكلات عامة اعتقادا منهم أنها سهلة التناول، أو اعتقادا منهم بأن المصادر متوفرة، أو اعتقادا منهم بأهمية هذه القضايا في مجالات تخصصهم. والأكيد هو أنه يجب أن يولي الباحث أهمية كبيرة لمرحلة اختيار مشكلة البحث، فلا يمكن أن نبدأ في أو أن نشرع في مزاولة البحث التربوي دون ما تحديد دقيق لإشكالية البحث. وبالتالي فالوقت الذي يمكن أن يمضيه الباحث في البحث عن مشكلته أو القضية التي سيتناولها ليس هو مضيعة للوقت، ولكن بالعكس هو ربح للوقت. لكن نتساءل من أين يستمد الباحث مصدر مشكلة بحثه. يمكن للباحث أن يبحث أو يحدد مشكلة البحث بناء إما على قراءته للأدبيات السابقة ومطالعة الكتب، أو مناقشته وحواره مع بعض الفاعلين والمتدخلين سواء كانوا مدرسين أو مشرفين تربويين أو إداريين، أو من خلال مراجعة بعض البحوث المنجزة من طرف باحثين آخرين، أو بعض الأشخاص المصادر الذين يتوفرون على خبرة كمرشد تربوي أو مدرس قضى سنوات عديدة في التدريس، أو من خلال الاطلاع على المعطيات الإحصائية الخاصة بموضوع البحث. بالنسبة لأدوات البحث التربوي، هناك كما أسلفنا الملاحظة، المقابلة، الاستبيان أو الاستمارة، الروائز أو الاختبارات. بالنسبة للملاحظة فهي أداة تمكن الباحث من جميع معطيات ومعلومات حول موضوع بحثه، كما يمكن استعمالها كأداة لتجريب واختبار الفرضيات، كما نجد مثلا بالنسبة لشبكة فلاندرس التي تعتمد على ملاحظة تفاعلات الفصل الدراسي. فأهمية الملاحظة تتجلى في كونها أداة تمكن الباحث من جميع المعطيات والبيانات، وأيضا تساعده في صياغة الفرضيات التي يود اختبارها، ثم أيضا تساعده كأداة لتجريب هذه الفرضيات. بالنسبة للأداة الثانية التي هي المقابلة، هي بمثابة حوار يجريه الباحث مع فرد أو مجموعة من الأفراد قصد تجميع معطيات تخص آراءهم أو اتجاهاتهم أو مواقفهم تجاه مشكلة معينة، كمثلا العزوف عن القراءة، صعوبات الكتابة أو صعوبات القراءة، أو صعوبة إنجاز بعض التمارين الحسابية أو غيرها. وذلك ذلك من أجل اختبار الفرضيات. ويمكن أن تستهدف المقابلة الحصول على المعلومات من شخص أو أشخاص مصادر نظرا لخبراتهم وتجربتهم. ونميز في هذا الصدد بين أنواع من المقابلات. هناك المقابلة الفردية التي تعطى خلالها الفرصة للمستجوب للتعبير عن أفكاره ومواقفه، ثم هناك المقابلة الجماعية حيث يجري الباحث هذه المقابلة مع مجموعة من الأفراد الذين يشكلون عينة بحثه أو يشكلون عينة تمثيلية، ويقوم الباحث بتدوين أو تسجيل إجابات المستجوبين بناء على ترتيب خاص للأسئلة وفق أهداف البحث وفرضياته بطبيعة الحال. هناك أيضا المقابلة المفتوحة، وتعطى فيها الأولوية لحرية التعبير للحصول على أكبر عدد من المعطيات، بحيث يطرح الباحث مجموعة من الأسئلة التي تبقى عامة، ونظر لعدم تقييد المستجوب فإنه يعطي الشروحات والتفاصيل الدقيقة والكافية حول الموضوع أو حول المشكلة.
كما تتيح هذه المقابلة المفتوحة تجميع معطيات جديدة تساعده على تعميق بحثه أو استخلاص مواقف متعددة. وهذا ما نجده بالنسبة لبعض الأسئلة: ما رأيك في كذا؟ ما موقفك من كذا؟ كيف ترى مشكلة كذا؟ إلى آخره. في المقابل هناك المقابلة الموجهة، ويتم خلالها تقييد أجوبة المستجوب بناء على مجموعة من الأسئلة الملتقاة والمقننة وفق معايير مضبوطة. فيكون الهدف من الحصول على مجموعة من البيانات المحددة سلفا بشكل دقيق غير قابل للتأويل. وهذا ما يسمح للباحث بعملية تفريغ النتائج ومعالجتها إحصائيا من أجل اختبار صدق فرضياته. هناك مقابلة نصف موجهة، وتجمع بين النوعين السابقين، أي المقابلة المفتوحة والمقابلة المقيدة، بحيث تعطى للمستجوب الحرية في التعبير، وفي نفس الوقت تعطى أسئلة محددة ومضبوطة. ثالثا، هناك الاستبان أو الاستمارة، وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة المرتبة منهجيا ومتسلسلة منطقيا تخص قضية أو مشكلة يبحث فيها الباحث، سواء تعلق الأمر به في مجال التربية أو في مجال الاجتماع أو غيرها. ويمكن للاستمارة أن تستخدم كأداة للتحقق من صدق الفرضيات التي يضعها الباحث في تفسير العلاقات والروابط القائمة بين المتغيرات. خصائص الاستبيان أو الاستمارة: أنه يقوم الباحث بإعداد أسئلة الاستمارة وفق فرضياته، يتأكد من صدق الأسئلة باعتبارها تقيس فعلا ما وضعت من أجل قياسه، يقتصر السؤال على فكرة واحدة أو بعد واحد دون تعقيد، يلتزم الباحث بالحياد أثناء صياغته للأسئلة، ويلجأ إلى الأسئلة الغير المباشرة عندما يتعلق الأمر بقضايا أو مواقف ترتبط بالوجدان أو الحياة الشخصية أو القيم الأخلاقية، ويعمد إلى ترتيب الأسئلة حسب سهولة الإجابة عنها، ثم يختار أسلوب التواصل مع المبحوث، سواء المباشر، يعني التواصل المباشر، أو عن طريق البريد، أو عن طريق البريد الإلكتروني للإجابة عن الأسئلة. أشكال أسئلة الاستبيان أو الاستمارة: هناك أسئلة مفتوحة كما أشرنا، أسئلة مغلقة حيث تكون الأسئلة المقيدة لحرية الفرد بالإجابة بنعم أو لا، أو الاختيار بين متعدد، أو موافق أو غير موافق، أو لا أدري إلى آخره، أو على شكل سلم خماسي يختار المستجوب أو يختار الفرد المفحوص، إما دائما، غالبا، أحيانا، نادرا أو إطلاقا. ثم هناك الأسئلة المزدوجة التي تزوج بين التقييد وحرية التعبير. بالنسبة للأداة الرابعة التي هي الروائز والاختبارات، حيث يقتضي الأمر تصميم وضعية تجريبية مضبوطة ومقننة، كأن يتعلق الأمر مثلا باختبار قدرات التحصيل في الرياضيات، أو القدرة على كتابة إنشاء مثلا، أو القدرة على تحديد موقف تجاه قيمة معينة إلى آخره. ويمكن للباحث أن يقوم بتصميم أداته، كما يمكن أن يستعين برائز أو اختبار صممه غيره، ويستعين الباحث بالروائز والاختبارات من أجل اختبار صحة الفرضيات، وذلك من خلال تحكمه في مجرى المتغيرات. بالنسبة لوظائف الروائز أو الاختبارات، فنجد هناك العلاقة الارتباطية، أي العلاقة الإحصائية بين المتغير الأول أليف مثلا والمتغير الثاني باء، إما أن يكون هذا الارتباط موجب أو أن يكون ارتباطا سالبا. ثم هناك العلاقة السببية، أي العلاقة بين السبب والنتيجة، فهناك علاقة سببية بين المتغير المستقل والمتغير التابع، أو بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. فبالنسبة للمتغير المستقل، يقصد به المتغير التجريبي الذي يتحكم فيه الباحث بالزيادة أو النقصان، ثم يعين الباحث درجة تأثيره على المتغير أو المتغيرات التابعة. بالنسبة للمتغير أو المتغيرات التابعة، يقصد به المتغير الخاضع للتغيرات التي تحدث بالمتغير المستقل. أما بالنسبة للمجموعتين، فالمجموعة التجريبية تشمل عددا من الحالات أو الأفراد الذين تتوفر فيهم بعض الخصائص المضبوطة، بالإضافة إلى العامل أو المتغير التجريبي الذي نود اختباره أو تجربه. أما بالنسبة للمجموعة الضابطة، فهي مساوية للمجموعة التجريبية، ولكن تختلف عنها بانعدام المتغير التجريبي فيها. كخلاصة تركيبية، يمكن القول أنه بعد تحديد إطار البحث الذي هو الموضوع والإطار النظري ووضع الفرضيات ووضع أساليب قياس الفرضيات، تأتي مرحلة جميع المعطيات. إن اختيار أداة أو أدوات البحث هو الكفيل بجميع المعطيات ذات الصلة بموضوع البحث، وتبقى طبيعة موضوع البحث
هي التي تملي طبيعة الأداة أو الأدوات التي يمكن أن يستعين بها الباحث لجميع المعطيات، ويمكن للباحث أن يستعين بأكثر من أداة تبعا لطبيعة موضوع وأهداف البحث، ثم حجم الموارد المتاحة وعدد الأفراد العينة. وشكرا.